هلو everybody، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد طلحة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن فرق مهم جدا بين so that and such that. so صفة that and such اسم موصوف that. مهم جدا ان انا لازم اعرف الاختلاف بين الاتنين. طبعا so اللي بيجي وراها صفة. for example، على سبيل المثال لما اجي اقول احمد is clever that he can answer the question. طبعا هنا لو بصيت في الجملة هلاقي ان موجود clever، و clever دي صفة، وطالما مديني صفة بس يبقى هنا لازم اختار so، عشان القاعدة بتقول so صفة that. اما لو قال لي احمد is a clever student that he can answer the question، يبقى هنا لازم اقول such. ليه such؟ لان هنا جاب لي اسم موصوف a clever student. وهنا لازم الاحظ حاجة، ان طالما الاسم الموصوف بتاعي مفرد يبقى اذا لازم احط قبل الصفة بتاعتي a or an. اما لو كان الاسم الموصوف جمع او لا يعد فهنا ما ينفعش احط قبل الصفة بتاعته ولا a ولا an. يعني لو قال لي they are such a or such بس clever students that they can answer all the questions. هنا لو بصيت هلاقي ان الاسم الموصوف بتاعي students جامع وعندي قبله صفة clever. طب يا ترى هقول such بس ولا such a؟ هنا ما ينفعش اختار a ولا an قبل الصفة طالما الاسم بتاعي جامع او اسم لا يعد. فبالتالي هنا لو اخترت لازم اختار such فقط لا غير. They are such clever students that they can answer all the questions. طيب امتى يبقى في اسم موصوف وما ينفعش اختار معاها such؟ قال لي الاسم الموصوف ممكن اجيب قبله so في حالة ان الصفات بتاعتي اللي موجودة هي many, much, little and few. for example، على سبيل المثال لما يجي يقول لي he has so or such much money that he can buy a car. هنا طبعا الناس بتتلخبط وتبدأ تروح ل such، لان much money ده اسم موصوف فبالتالي يقول لك الاسم الموصوف بيجي قبله such. لكن هنا خلي بالك ان الصفة بتاعتي هي much، واحنا قلنا تاني ان much many few little اذا كان الصفات دي اللي موجودة قبل الاسم فطبعا بختار قبلها so مش such. فاذا هقول he has so much money that he can buy a car. تاني حاجة لازم اخلي بالي منها ان هو لو بدأ ب so او such اي واحدة من الاتنين دول وجاب لي وراها الصفة او الاسم الموصوف هنا لازم اقدم الفعل المساعد على الفاعل. for example، على سبيل المثال لو قال لي so clever احمد is ولا is احمد that he can answer the question. هنا طالما بدأ ب so جاب بعدها الصفة لازم اقدم الفعل المساعد على الفاعل، فهنا هقول so clever is احمد مش احمد is. نفس الكلام في such، لو بدأ ب such وجاب لي وراها الاسم الموصوف قال لي هنا برضو بقدم الفعل المساعد على الفعل. يعني لو قال لي such a clever student وقال لي احمد is ولا is احمد that he can answer the question، هنا برضو لازم اقول له is احمد، ما ينفعش اقول له احمد is. ليه؟ لانه بدأ بsuch وجاب لي وراها الاسم الموصوف. يبقى في حالة ان انا ابدأ بso or such واجيب وراهم الصفة او الاسم الموصوف هنا لازم اجيب وراها الفعل المساعد وبعدين الفعل. يبقى ملخص الكلام هنقول ان so صفة ذات، يبقى لو شفت صفة بس يبقى على طول انا مختار so، وطبعا لازم ذات ما ينفعش اقول so صفة تو. طيب such عشان اختارها لازم يكون في اسم موصوف، الاسم الموصوف ده لو كان مفرد هيجي قبل الصفة بتاعته a او an، لو كان اسم جمع واسم لا يعد مش هينفع يجي a ولا an. قلنا خلي بالك ان بعض الاسماء الموصوفة ممكن يجي قبلها so مش such اذا كان الصفات دي هي many, much, few and little. قلنا لو بدأ بso او بدأ بsuch على طول وجاب لي وراهم صفة او اسم موصوف هنا لازم اجيب وراهم الفعل المساعد وبعدين الفعل. ودي كانت اهم الفروق اللي بين so صفة ذات وsuch اسم موصوف ذات. يا رب تكونوا استفدتوا. Thank you very much for watching. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، وما تنساش انت نفسك لايك شير سبسكرايب and don't forget the bell عشان يوصلك كل الجديد ان شاء الله. Goodbye. سلام عليكم.